المتحف كان دار في 2005 بالمبادرة ديال المركز الجهوي للاستثمار ديال جهة أكادير، وكان هذاك السيد اللي داروا قلب لهاد القصر ولقى فيه هاد الديور وشراهم، وتما بدينا قلبنا كاع داكشي كلشي القديم اللي متعلق بالمنطقة وعرضناه في هذا المتحف. ومن 2006 بداو كيجيو عندنا أفواج السياح، وكنبداو بهاد البلاصة كنلقاو فيها كلشي، عرضنا فيها كلشي داكشي المتعلق بالفلاحة بما فيهم الشباك والمداري والمناجل باش كيحصدوا، والقفاف والشواريات والزنابل. هاد البنينه هي كتكون في الابار، هي بالعربيه راه الشادوف، كتكون على الابار اللي ما يكونوا غارقين بزاف، كنهبطوها بهاد القنبه هاك حتى كتعمر بالماء وكتطلع بوحدها، وكنخوف الحوض باش كيشربوا البهاد. هاد الجهه فيها كلشي داكشي متعلق بالموازين وديال العبره وديال الفطري وديال المود اللي كنا كنعبروا بهم، اما الحبوب اما الملح اما التمر. هادشي كيتعلق بالصناعه التقليديه ديال النساء، سواء النساء ديال اللي كيسكنوا في القصور، سواء النساء اللي الرحال القصور. النساء اللي كيكونوا في القصور كنلقاو عندهم كيصاوبوا الطبقه، كيصاوبوا المنادل، كيصاوبوا القنعان. بالنسبه للعيالات الرحال كيصاوبوا تيسوفرن، كيصاوبوا المزود، كيصاوبوا اسرامه، كيصاوبوا القريب، وكيصاوبوا الشكاوي. بالنسبه للشلوح سواء دوك اللي كيرحال ولا دوك اللي كيسكنوا في الديور كنلقاهم متعاطين بزاف، هما كلشي الزرابي والحنابل والكسي يعني كيخدموا بزاف، هما الصفر.